في أغلى الكؤوس، لمن يا ترى تكون الليلة البطاقة؟ هل تكون للريان للرهيب أم تكون للفرسان؟ هنالك للخور، هنا ليوناردو جاردين يعلم أنها المسابقة الأخيرة من أجل أن يحرز الريان لقبا هذا الموسم، ويعلم بأن الفريق الذي يقابل أكثر من 10 أعوام لم يحقق الريان هذه الكأس الغالية، ولذلك هو مشتاق يا بيريرا، والكرة حاضرة لدى الريان. تتهيأ بعد ذلك صافرة، وجود رايه وتسلل، المحاولة الريانية الأولى، وبعد أن تذكرنا واستذكرنا وذكرنا بآخر لقب للريان في 2013 كانت كرة ميريرا، لكن التسلل كان حاضرا في اللقطة الماضية إلى الدور الربع النهائي. هنا كرة أمامية للخور، خطيرة الكرة الماضية، أمامية الكرة الماضية، علي كاد أن يواجه المرمى في الكرة الماضية. أوه الألوان، نعم حاول وكان قريبا، لكن بعد ذلك مرت والمنهالي تدخل في الوقت المناسب ليبعد بعد ذلك كرة علي ألوان. النجم الأردني كان قريبا، الكرة والمحاولة تسديدة، وبعد ذلك مرت إلى خارج أرضية الملعب. جانب من بعض الأرقام أيضا، كل ما سنحت الفرصة وكل ما كان اللاعب هاديا بهذه الوضعية سوف نذكرها. الكرة أمامية، بيريرا والمحاولة، ركلة جزاء للريان، بيريرا. الآن روجر، الآن روجر جيدس الذي يبحث عن لقب مع الريان، يبحث عن وصول لشباك ومرمى الخور. اللقطة الأولى في استاد الجنوب، هنا تبدو على ركلة جزاء بين بشير وروجر جيدس. روجر يخطو خطوات للخلف، يأخذ مكانه، وبعد ذلك يفكر بالتسديد، ومن أجل أول أهداف الرهيب. روجر على كرة، روجر وبشير، وبدأت قصة الرهيب في كأس سمو الأمير، وبدأت قصة الأسود في الكأس الأغلى بأقدام روجر، بأقدام روجر. هدف يأتي وكرة تأتي معلنة عن تقدم أول في اللقاء بأقدام روجر جيدس. الريان 1، الخور لا شيء، وضع الكرة في زاوية وأرسل أحمد بشير للزاوية الأخرى، هدف مقابل لا شيء. والطريقة الذي كان يتبعها عبد الله مبارك كانت تدل على ذلك. هنا سفيان هاني، كادوا أن يردوا وبطريقة مباشرة. شوف الكرة، لا أتوقع، هنا كرة طولية، الثاني للرهيب للريان. تبدو أنها ليلة الرهيب، يبدو أنها ليلة المهيب. رودريغو ماتشادو يأتي بالثاني، هو بسام الراوي، لا بلايا، يا ناقتك يا روقانك بالكاب، وضعها رسمها في شباك الخور. رودريغو ماتشادو، هدف بأنا
سفيان يلعب كرة لدى علي ألوان. علي من اليمين يبحث بتمريره، خذوها علي مر سداد، اجتازت ومرت من علي ألوان من امام مرمى الريان. خطير خطير علي ألوان في الاستلام، وبعد ذلك حاول البحث عن الوصول لكنها طالت. نفذت الرمية، محاولة لفودار، بعد ذلك إبراهيم محمد لا يزال يلعب العكسية. سفيان، كرة ريانية وصل عبر الجانب الأيسر، محاولة وبح في العمق، تصل إلى روجر، عدى 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 عدى، ضاعت يا روجر، ضاعت يا جدس الكرة التي كادت أن تحسمها يا جارديم. مر بكل براءة، مر من أمام بشير أي المرمى، وبعد ذلك أي كرة ضاعت يا روجر، أي كرة ضاعت يا جدس من أمام مرمى الخور ومن أمام عادل الحيلي. شوف 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 شوف، عدى من بشير، عدى من بشير، عدى من أمام الحارس عالزميل، عادها علي للخلف، الكرة سفيان علوان، يا اكملت، ويجعل من الدقائق القادمة وشوط اللقاء الثاني أمر مختلف. أم ينهيها الريان؟ بيريرا راح، بيريرا تقدم، بيريرا عدى، بيريرا وين؟ أبعدت من أمامه وإلى خارج أرضية الملعب. بيريرا أراد الانفراد، لكن شوف كعب سفيان وتسديدة علي ألوان، وأي تصدي، أي ردة فعل يا فهد يونس، يا صدها فهد يونس بعد الكرة لم تكتمل لمصلحة الخور. هذه كرة بيريرا ونايف، علي ألوان كاد أن يقلص بها الخور المباراة. روجر جيديس، الصراع ما بين ثالث للريان وتقليص للخور، هكذا السيناريو. من أجل هذه الكرة الثابتة تبدو في مكان جيد، بسام سدد كرة لكنها اعتلت ومرت وذهبت إلى خارج أرضية الملعب من جانبي بسام الراوي. شوف الكرة التي أرسلها بسام الراوي بهذا الشكل وبهذا الأسلوب. 4 دقائق احتسبت، هي كل ما لدينا من قصة شوط اللقاء الأول، وهنا محاولة وتسديدة وكرة بين يدي علي ألوان، مرر إلى سفيان، وصل في مكان ارحالي مررها، كرة من أجل تقليص وتسدد، وفهد يونس، فهد يونس يصطادها. متبقية من أصل 4 دقائق قدرت واحتسبت، هنا الكرة رودريجو إلى روجر للريان للرهيب. شوف يأخذون وقتهم، يأخذون راحتهم في بناء الهجمة. شوف رودريجو ماتشادو ونايف، رودريجو مر سدد وكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. إذن شوط أول نقترب من نهايته، شوط أول نقترب من سماء صافرة هنا في استاد الجنوب ليوناردو جارديم، من تفوق رياني بهدفين مقابل لا شيء على الخور. يا عبد الله مبارك، شوط ينتهي هنا بصافرة محمد الشريف، أموره الفنية والتحليلية هنالك في المجلس برفقة العزيز خالد جاسم. إليك الكلمة خالد. بس محتاجين تركيز ونحاسب على الكرات المرتدة علينا، والريان راح يتقدم.
مش عارف توقعت الريان؟ لا الريان يروح خالد يمكن يزيد، ولكن الوكر عليه، لان يمكن الوكر ما تعلم من درس العام. العام نفس الشيء، نشيد كنا باداء الوكر في الدوري، جاء كاس الامير انهزم من الشحانيه وطلع. هاليوم الدرس هل بس الوكر من وجهه نظري راح يرجع ان شاء الله. طيب الريان والخور استاد الجنوب، تعليق سمير المعرفي على الكاس واحد تفضل. ونتم شوي على مباراه الوكر على ما يدخلون مباراه الوكر ومعيذر نسلم. اوكي، والوكرة ومعيذر على الكاس اثنين مع سمير يعقوبي. اعتدنا عليه في الموسم القادم. بيريرا للكرة يبحث عن مرور مرمى، لذلك سدد. بيريرا يحاول للتوغل، عبد العزيز حاتم سدد كرة قوية لكن هي الأخرى. قائل أول ربما يكمل ذلك بشوط اللقاء الثاني. يا رجل جديس هنا تسديدة لكنها بعيدة، بعيدة وكل البعد تكون مختلفة. الخور لم يفوز على الريان. كرة تلعب، محاولة علي ألوان، بعد ذلك عادت التوصيات، بدأ يعطي التوصيات عبد الله مبارك. أن يحاول العودة قدر المستطاع في المواجهة وفي اللقاء، هذا الأمر الذي ينتظر. لكن هنا كرة عكسية، روجر حاول وبعد ذلك مرت. دائما الصناعة ما تأتي من جانب بيريرا، يلعب كرة أمامية، محاولة لدى علي ألوان، يبحث عن مرور، يبحث في العمق سفيان هانيب، الضغط يأتي والكرة لا تزال المحاولة قائمة. تسديدة يا فهد يونس يظهر مرة أخرى في استاد الجنوب من قائمة البدلاء. لك شوف فهد يونس والتصدي، يا سلام على صعيد صفحات التاريخ، أولى الأرقام في 99. عموم الكرة لعبت سفيان هاني، بعيدة وكل البعد إلى خارج أرضية الملعب باللقطة الماضية. كرة مرت، فهد يونس يلعب كرة، بعد ذلك أحرج من خلالها فهد يونس ماتانا غوتشي، لذلك أرسلها بهذه الصورة إلى خارج أرضية الملعب، أو كانت من أندريا مارو. الآن الركلة الركنية للخور لدى إبراهيم محمد. الخور هل يقلص؟ الكرة أرسلت، محاولة واصلة خطيرة، الله، الفرسان يقلص الفارق الآن رائعا وكبيرا برفقة الخور، وصاد بهم في إنجاز خامس بالنسبة لهذا الرجل يبحث الليلة عن عبور آخر. من الجانب الأيمن كرة للخور، سفيان أرسلها، المهند استلمها وكورة، خطيرة مرت على مرمى الريان. مصعب عبد المجيد اللاعب الذي يأتي من جانب عبد الله مبارك يجري تغييراته، لكن هنا بالشرقي يلعب كرة بالعمق، عملية تمويل. الريان وعن طريقي المخضرم الكبير رودريجو تاباتا يأتي بهدف العبور للرهيب الأسود.
اسود وتزار، واحدة اثنين والثالثة عين تاباتا، عين تاباتا صاحب الثلاثة واربعين سنة. ألم يقولوا العمر مجرد رقم، العمر مجرد رقم. يا تاباتا يا بربهم. محاولة أيضا لكن إذا تمر نايف البريكي، نايف بعدها مرة أخرى المحاولات والتمريرات وصلة ريانية أربعة. بشير يتصدى للرابعة، يتصدى للرابعة. نعم الريان بات ما بعد هدف التقليص الفارق من الخور، بدأ بشخصية أخرى، بدأ وعاد إلى شخصيته وهجوميته ومحاولة أيضا إنهاء الليلة. أربعة للرهيب، أربعة للريان. وهالمرة رجع، هالمرة قدس. أربعة للرهيب، أربعة للمهيب. يعبرون يذهبون إلى الدوري القادم. ها فيها راية ولا ما فيها؟ ما فيها، ما فيها، ما فيها، ما فيها، لأنه كان حاضر خالد رضوان في عملية التغطية، وبعد ذلك روجر جيديس واجه المرمى ووضعها هدفا رابعا للرهيب. 4-1 للريان، ليلة مرضى للأمة الريانية. وكأن بالرهيب يقول لجمهوره أشوفكم في الدور القادم، أنتظركم في الدور القادم. نحن نام عشر بشرقي مرة الكرة للتباتة، كنترول والسيطرة والتمرير. بعد ذلك على اليسار محاولة بالشرقي للراوي أحمد، وكورة بيدي بشير، بيدي أحمد بشير. الكرة التي جاءت من جانب أحمد الراوي، أحمد الراوي. كرة طولية رأسية من علي ألوان، يقع الإثري على أرضية الملعب. سلامات. وبنتيجة كبيرة محاولة لسفيان هاني، سفيان يبحث بكرة لكن أيضا اصطدت ويطالب فيها بلمسة يد. ولذلك تشاهد الكرة بين أقدام ناصر ريان، أشرف بالشرقي، أشرف بالشرقي، خالد مفتاح سدد. والكرة بعد ذلك، الكرة بعد ذلك عدت والصافرة جاءت معلنة عن خطأ. قبل أن نستمع لصافرة النهاية وصافرة الختام لهذه المواجهة، وصول الريان لدور الثمانية، مغادرة الخور من دور الستة عشر. نلتقيكم السنة القادمة يا الخور في الدوري وعلى صعيد منافسات الدوري. ست دقائق انتهت، الصافرة أتت، الأمور حسمت. ريانية للرهيب، اجتازوا بنجاح المهمة الأولى يا جردين، وبرباعية من أمام الفرسان. 4-1 للريان الخور، النتيجة النهائية لهذه المواجهة. يعلن الريان وصوله والخور يغادر من دوري الستة عشر. تهانينا للريان وجمهوره أمة الريان. هارد لك للخور. نلتقيكم في مواعيد كروية قادمة. تقبلوا تحياتي، أنا سمير المعرفي.